في شارع وحي العقيد لطفي وجدنا خيمة الذكر والتذكير، منبر من منابر العلم والطاعة والخير، وتجمع الشباب والمفكرين والعلماء. وكنا وقفنا الآن عند مطعم من مطاعم مجلس سبل الخيرات التي عددها 23 مطعما، وعلى مستوى الولاية مع مطاعم وزارة التضامن نصل إلى أكثر من 110 مطعم. ثم تشرفنا بتدشين مسجدين عامرين من خيرة ما بنت هذه المنطقة من أناقة ولياقة، ويعني مساجد تكون خدمة جديدة من القطاع للسكان وللصائمين وللمسلمين في هذه الولاية المباركة.